يا اهلا وسهلا بكم، ان شاء الله الناس كلها تكون في خيار الخير، ان شاء الله صحتكم لبيس انتم وعائلتكم. بديت في تصوير نهار جديد ان شاء الله تقضيوه معايا فيه الافاده، ديما نجيكم بالافاده ان شاء الله. يا ربي نخدموا خدمه وان شاء الله نجازيوا عليها، خاصه كي انتم تلقاو حتى صحبه معايا. ان شاء الله كل من نفسيتها هكا متقلقه، تو نعرفوا بدايه الخريف نتقلقوا حتى نفسانيا شويه مع الاخبار هكا الرائجه والدارجة في العالم كله. إن شاء الله تلقاو معايا صحبة صالحة، إن شاء الله تلقاو معايا الاستفادة وحتى الابتسامة. حط الفيديو وقعد اسمع فيها وإن شاء الله يا ربي هكا تتحسن نفسيتك وتلقى دبارة، وخاصة تموتيفي في المسؤولية متاعك. أنا اليوم تخلت مخر، مشيت نحل في مشكلة اللي هي باش نحكي فيها اليوم، ودخلت مخرة باش نظف الكوجينة ونطيب معاكم في وقت قياسي. اليوم باش نعملوا تجربة الساعة في الكوجينة، ترى تنجم تكفي باش نطيبوا فطور وننظموا الكوجينة وننظفوها، ما يروحوا صغارنا ولا كان يروحوا رجالكم ولا حتى كلي كنتي. تحدي الساعة في الكوجينة، تنظيف تنظيم ودبارة نجموا نقوموا بها ولا لا. كما شفتوا اول ما دخلت الكوجينه، اول ما تدخل الكوجينه خاصه وانت روتار تبدا بالدباره. الدباره نتاعي جبتو سكي معناها باش نحتاجو، حطيته فوق الطاوله، حطه في بلاصه واحده معناها باش ما تنساش انغريديون من الانغريديون. باش نعمل روز ابيض لهنا، وباش نعمل الدجاج. هذا الدجاج من البارح في الليل حطيته في الكونجيلاتور، جبت الزورات نتاع الدجاج اللي هما سكالوب، معناها اللي في تونس نقولو لهم سكالوب، ديجا يبيعوهم لهنا حاضرين، يبدا معناها مستوي مقدود بالقدا ومشرح معناها. وحطيت باش نفوحهم ياغورت، زيت، تبلو كرويه، كركم، كليل مرحي، وباش نحط فيه شويه انا فلفل زينه حار وشويه فلفل اكحل. وبيان سور انتم تنجموا تحطوا الثوم، انا ما نحطش ثوم على خاطر اولادي، نعوذوا بالقارس. وهذه هي دونك تحطوهم بيان سور الملح، وباش مانيش باش نخليهم معناها يرقدوا، خاطر كنت حاطه باش نطيب دباره اخرى كي تلهيت نقول لكم فين. دونك قلت خلينا نعمل الدباره السهله هذيا. مشيت للجاردة نتاعي اللي للاسف برشا حاجات بداو يموتوا من كثرة الشتاء، خاطر كثرة الماء مش باهيلهم. جبت شوية كليل، حبوا طعمة الكليل الأخضر أبن الحقيقة برشا من الكليل اللي يبدا يابس، وحطيتهم هكا نقولوا احنا خليهم يرقدوا شوية في الفاح بتاعهم. وبديت أميم طون نحضر في الحاجات اللي باش نطيبهم، وفي نفس الوقت كان لقيت حاجة مشي هي مثلا دبوسة زيت فارغة ان نعبيها، الروز مهوشي مفرغ في بلاستو نخدمه. كي تبدأ تخدم ولا طيب وانتي تخدم في الكوجينة صدقوني ما تحتاجش اللي باش تعمل لها روتين خاص ولا ساعة ولا ساعتين تقف بها تنظفها. تبدأ في نفس الوقت الطيب وفي نفس الوقت تنظف في الكوجينة. حاولوا باش تعملوها معناها الاكتيفيتي هذية تو تشوفوا قديشها مفيدة وانتي طيب تنظم في الكوجينة. هذه هي ما عندهاش حتى حل آخر باش ما نقضوش فيها ساعة للطيب ولا ساعة ونص، وساعة ونص للكوجينة معناها النهار وفاق. سخنت الغاز وباش نحط هنا المقلة تسخن، وبعد باش نحط الزيت وباش نشوح دوبة ليش أكزدورات الدجاج اللي رقدناهم. هذوما تنجموا تعملوهم انتوما بين الليل، الأخوات اللي يخدموا تنجموا تعملوهم قبل بنهار، ما تحطهمش في الكونجيلاتور، تحطهم في الفريجيدير لو الدنيا باردة. اتغطيهم باش يتيبوا، معناها مش نعينا بهم باش احنا معناها يتقلو ويجوكم يبسين، لا باش يتيحوا حتى يتيبوا في الماء اللي يخرج من الدجاج هذاك ومن الياغورت والكلو. وبعديك باش نشوفوا شنو معاهم باش نعملوا حاجه بنينه على الاخر. اليوم باش نقدم روز ابيض. الروز بتاعكم البنات اللي فيه هما فيه خاصه للصغار بناء العضلات، يجي من الروز اكثر منه من اللي بات الاخرين، معناها من المقرونه ولا من الفرينة نعملوا بها الخبز. دونك حاولوا باش تدخلوا برشا روز لولادكم. خذيت الكسرونه لهنا غلاء الماء، وانا الروز نعملو هكا، الروز هذاك اللي يتباع الاصفر كاينو نتاع سلطه البنات.
باش نتاع سلطه، مش كينو نتاع سلطه، باش نحطوا الماء هذاك يتسمط. حطيت نجم تحط فيه شويه كركم شويه زعفران كيما تحبوا، نحط فيه دوب الليل شويه ملح. وباش نتعدى نعمل الحشوه اليوم، باش نعمل لحم التون بالسكالوب بنينه برشا. حطيت زوز حكيك تون بويسك انا مانيش باش نحط فيها معدنوس وكبار وزيتون، والصغار ما يحبوشو، دونك باش نكثر التون. حطيت كعبتين عظم، وباش نحط جبن الموتزاريلا اللي ريتوني ربيتو. وباش نحط زيدا مغيرفه نتاع، انتم تنجموا تحطوا كريم فريش ولا تنجموا تحطوا، انا باش نحط الجبن هذاك اللي ندهنوا به الخبز نتاع الصباح. دي بريفيرونس ما يكونش مالح، باش خاطر التون مالح ومعناها تجيكمش مالحه برشا. هاكا عينكم ميزانكم الملح، وكان تعرفوا حاجه من الحاجات خاصه التون هذا راه مالح، ما تضيفوش انتم الملح. كابتن يغورتي كفي، ربي سامحوني، كابتن عظمي كفي، وباش ما تجينيش ما تجيش معناها جاريه. والكميه نتاع جبن الموزاريلا كيما قلت لكم ديما حاولوا اشتريوا، كان شوفوا البنات كان ننصحكم نصيحه، اشتريوا موزاريلا هذاك نحطوه للولاد، البارميزان اللي هكا نحطوه للصغار على الباستا، واحد والجبن القابل للدهن هذاك ندهنوا به. اكاهو ما تكسروش مجبونات البنات، راهي تفيد فلوس على غير شيء. 60,000 نوع جبن، و60,000 هذوما ابن 3 جبونات، وكي تجيو شوفوا في الاقتصاد في الرخص هما ارخص وحدين، خاطر يفيو معناها يفضلوا ما شاء الله. الموتزاريلا هذيك تتنجم طيب بها زوز وجبات. لهنا فوحتها بفلفل اكحل كهو، قلت لكم خاطر مالح الطن. وباش نحطها فوق هذاك السكالوب اللي حطيتو، دهنت الطبق نتاعي بالزبده وبالزيت، وحطيتو هو من فوق منهم. الفور ديجا راه قاعد يسخن من فوق ومن اللوطة، باش نحطهم من غير لا بابي الومنيوم لا حتى شيء، باش نعملو لحمه الطن هكايا. كيما قلت لكم راه تنجموا نتوما تحطوا الخضره، معناها نقصد هكا معدنوس كبار زيتون معناها بصل تشخشخوها، اما انا على صغار نعملها كيما هكا. توا الروز شفتوه تسمط لي، باش نصفيه من الماء، نحاول نصفيه مكان الشاي هذاك، وباش نحطو يفور، باش نعملو زيت زيتونه وزبده. هذا هو الروز معناها المصاحب. تنجموا نتوما مره ذوقتني صاحبتي المصريه روز اسمه الروز، الرز المعمر. الروز هذا كيما انا طيبته توا، اما هي تحط له الكريم فريش وتحطه في الفور شويه شويه، تحط له مثلا كيس كريم فريش ونص كيس حليب، وتحطه في وشويه زبده هكا، وتحطه من فوق زبده، تحطه في الفور. ما نحكي لكمش على البنه، نوعدكم وعد ان شاء الله تبرد الدنيا شويه نعملو. دونك كيما شفتوا سي بديت بالفطور هو اللي تهنيت عليه، وحطيت باش نعمل قهوتي. قلت لكم اليوم مشيت ولدي يعمل دين الصباح من 8 حتى للتسعة، دونك ما عطوهمش ورقه اللي هو راهو هنا في ايطاليا معناها قانونين الصغار المسلمين يخرجوا ما يحضروش الحصه الدين، اما فما ورقه تتعمر اللي هو ما يحضرش الحصه هذيك، وهو قال لي نحب نمشي التسعة. دونك والورقه هما قالوا لهم حتى نشوفوا شنو نعملوا لكم، المستحسن نمشيو كلكم القسم واحد اخر معناها القسم تاع الانفورماتيك ولا حاجه، اعملوا اكتيفيتي اخرى. لهنا راهو يعني قانونين، وحتى نشوف في برشا بلدين اخرين يقولوكم باش يدرسوكم باش يدرسوا صغارنا مثلا ملي صغار، ولا الحاجات اللي احنا دينيا ما ندرسوهاش لاولادنا، كونش لا في عمر معناها نتاع باش يقراو سيونس مثلا على معناها الكوربومان ولا حاجه. مي هذاك راهو البنات من غير ما تهولوا الحكايه، قانونيا تكتب ورقه لي ولدي ما عندوش الحق يدخل للحصه هذيك، الموتيف نتاعو هو الريليجيون. قانونيا عندك الحق، ما حتى انسان من نجم يقول لك لا في اي دوله راهي هذيا. دونك خاطر الديانه تسمح للانسان باش ما يزاولش الحصه هذيك كذا كذا كذا، فهمتوني. احنا توا في ايطاليا لهنا مرات حتى في الحفله نتاعهم يجي ويقولوا لك اخا ولدك باش يحضر الحفله هذه راه مثلا باش نقولوا كلمه مجرد كلمه، فهمتوني. دونك انا مشيت في هذايا باش ناخذ ورقه نعمرها اللي هو يعود يجي التسعة، مش لازم في الحصه هذيك نتاع يمشي يقعد في قسم اخر.
هما كي ما يحبوش في الادارات كما في تونس، معناها ما يحبوش كل واحد يعملوا له شنو هو يجي في مخه. دونك هاكا هزوهم القسم كامل ما شاء الله، توا ولات القاعده راه في ايطاليا لهنا الاقسام اكسترنيري كله يلموهم في قسم واحد ما شاء الله. طالعه باهي. دونك هاكا القسم تاع ولدي فيه 20 12 مهاجر، معناها من برشا بلدان، على 20 تلميذ في القسم. بالرغم هذا انتردي خاطر يلزم 10%، معناها الاقل القسم يلزم فيه 2، هما الاقسام بمعدل 22 يلزم فيه 2 سترانيير هكا هاو. دونك الله المستعان، الناس كلها تحاول باش تكون ورا ولادها، باش تكون فاهمه، باش تكون واعيه، اون بليس باش ما تكونش مدمولة انا ولدي ما يقراش. لا، قد ما انت تكون مطلع وقد ما انت تحاول تفهم بطريقتك قد ما راهو خير لا ولدك يقرا ولا تحط معناها روحك في كما احنا نقولوا مواجهه مع المعلمين ولا يحطوا في مخاخهم على الاخر وسالوني انا. دونك هكاك انت تحاول تقول لهم بس يساعدوني ورقه باش نعمرها باش ولدي يعود يخرج ويدخل، خاطر كي يخرج ويدخل من باب واحد اخر. كلها حاجات معناها تاع اداريه وكهو. مين هنا في ايطاليا، خاصه في ايطاليا، حتى انسان ما هو مجبر باش يدرس معناها حصه الدين ملي في الروضه يخرجوهم يحطوهم في قسم اخر. ولا كان انت ولدك مثلا في المدرسه تنجم تجي تهزو وترجعو مثلا العشرة ترجعو نص نهار، عندك الحق. ولا ولدك مثلا كان يدخل 10 تجيبو انت العشرة، اما فما ورقه راهي تتعمر ديما خاصة في ايطاليا. البنات حاولوا باش تكون كلها اوراق، كل شيء عندك بالوراق، راهو ما باش متحطش روحك في معناها اختار كيما نقولوا احنا. واللي عايشين في دول اخرى ما انا نشوف فيها اللي هما مادام علموكم مادام عندكم حرية الاختيار ويلزمكم، ريتها في بلجيكا سختو يحكيو عليها برشا، حتى تدريس المثلية الجنسية وكلهم هذيك ان شاء الله ربي يعفو بينا. احنا هوني مازالت الحقيقة وما برام اللي راه في السنة الخامسة يدرسوهم شوية حاجات كي من هكايا ما وصلناش في السنة الخامسة. زادا يعطوكم ورقة اللي ولدك باش يحضر للحصة هذيك، هما يحضروا طبا ولا انت تقول ولدي ما يحضرش. بكل شيء ان شاء الله يا ربي، ربي معنا وربي معاكم. شويه البنات فايقين كما قلت لكم، ديما حاضرين، ديما شوف ولدك شنو فما، ديما فكلي مايل شنو عمل. ولادنا فايقين راهم، شنو قراو شنو ما قراوش، شوفوا الكتب شنو فيهم وشنو ما فيهمش. دونك وين كل مره قلت لكم كل ان شاء الله فيديو نحاولوا نحكيوا في حاجه، ديما فما روتين كيما شفتوا حطيت الفطور طب لحمة التون فيسا 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 ما طيب. ولهنا مازلت كملت قهوتي وانا نعمل في قهوتي قاعدة نسمع في الراديو، والعنف اللي في المدارس هو موجود في البلدان الكل. اما كلمة مني كأم بربي 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 يمكن الناس تلوم علي في الحاجة ذي، بحق ولادكم كي يوصلوا 12 و13 و14 سنة ما تسيبوهمش كيكم سايبينكم كوا. ولادنا كبروا لازم يعملوا على رواحهم، ايه كل ميز مراقبة، خاطر اخطر سن يمكن انت عمره 7 سنين تنجم تسيبه وحده. اما صدقني 12 13 14 اي اراء اي عبد اي انسان عمل حاجة يتأثر به. معني حاولوا باش احنا كأمهات نكونوا وراهم ونكونوا معناها انا ما يهمنيش ولدي باش يقولوا عليها هاك تجيه امه ولا امه تراقب فيه من خير ما يعمل بيتيستا. وتعرفوا في ايطاليا تو نحكيكم المرة الجاية على القانون الردعي اللي خرج للعمر هذاك يعملوا حاجة شنو يصير فيهم ان شاء الله تو نحكي لكم فيه. قانون خايب خايب على الاخر، ان شاء الله يحفظ ولادكم، ردوا بالكم على ولادكم. دونك هذه هي ان شاء الله ربي يحميهم ويحفظهم. كيما شفتوا توا صايي باش نحط الفطور، الروز صايي كيما قلت لكم يتفور كهو. نجموا البنات راهو تعملوا له صلصه، انا راهو ديما عندي الصلصه نتاع الطماطم هذيك في معناها في الفريجيدير، اللي يحب الروز نحط له صلصه نحطها له. وهذه هي لحمه التون جات بنينه، ما نحكي لكمش على البنه نتاعهم كيما نعاود وقلت المره فاتت. وبارك الله فيكم على الكومنتات نتاعكم، بارك الله فيكم على الشكر نتاعكم، بارك الله فيكم خاصه على الانتباه للكلام اللي قاعده نقول فيه.
الكلنا مع بعضنا رانا نحاولوا باش معناها نعاونوا بعضنا على الاقل باش نبنيوا هالمجتمع هذايا من الصغيرات، ونحاولوا باش يكونوا متوازنين، ونحنا كامهات ولا كربات بيوت نحاولوا باش نكونوا نعاونوا بعضنا، حتى باش واحده فينا مثلا سبحان الله تورى وليت النفسيه الاكتئاب والواحد يقلق هكا من الدنيا ويقول لك ما عيني باش نعمل حتى شيء وفيد وقلقه ويا ربي علاش ويا ربي وليت مرض، فهمتوا؟ نحاولوا احنا مع بعضنا كي تفرجوا في الفيديو نتاعي تحاولوا باش تلقاو مراه كيفكم. نجاهد جاهد بيان سور جاهد بالدنيا، خاطر مشي سهله، راهي اوروبا مشي جنه، راهي اوروبا مشي كل شيء على طبق، راهي اوروبا مشي البلدان كلها فيها الحاجات اللي الثمن اللي تدفعوا. دونك هذه هي حاولت انا قلت لكم اليوم باش نحل المشكله هذايا باش يعود ولدي يمشي التسعه. نعرف انا ومتاكده اللي ما يحضرش لحصه الدين بالكل، كي تقولوا لي بالرغم راهو يقراو الستوريا معناها الديانه يقراوها في التاريخ، اما لهنا الحق في ايطاليا حاجه بوزيتيف على الاخر اللي كلهم كل شيء منظم بالاوراق، يقولك كذا كذا ولدك ما معناه ما يحضرش يمشي القسم اخر، ولا الاغلبيه يحطوهم ما شاء الله معناه نسبه كبيره من المسلمين يحطوهم في قسم وحدهم، يكون معاهم معلم اخر يعملوا دروسهم ولا يصوروا كانهم صغار. دونك ان شاء الله المعلومه هذه فادتكم، ان شاء الله ارتحتوا معناه حتى نفسانيا. كيمشيو في مثلا في الليسي ولا في الكوليج كيف وتو وقتك قاعده الظاهره هذه طالعه برشا في المدارس وفي الكوليج، حطوا قسم في برشا سرانيري راهو باش تجيهم هما بيداغوجين حتى اسهل. الحاصل تو نحكي لكم على برشا حاجات هكا قاعده تتبدل هوني في ايطاليا باش انتم تكونوا على علم، وخاصه البنات الصغار مازالوا كي جاوا ولا اولادهم مازالوا كي دخلوا المدرسه تكون عندهم خلفيه هكا ويمشيوا وهما متمانين، وان شاء الله بنجح لوليداتكم. هذه هي لحمه التون زيد، ان شاء الله تجربوها لصغيراتكم خاصه اللي اولادهم هكا في سن المراهقه، نعرفوا يلزمنا ننزلوا لهم عليه بروتين باش يبنيوا كل العضلات كي ويزيم الياغورت ويزيم الوياد. توا كيما تشوفوا الدنيا تخوف والامراض يخوفوا وهما مساكن حتى صحه ما عندهمش باش كيما نحنا، على الاقل احنا جيل هكا كنا من كثر ما نمشي وناكلوا في الحاجات الصحيه والحاجات من الارض على الاقل خير منهم هما صحيين، نحاولوا احنا باش نرجعوا لهم العادات هذوكم ونحافظوا على صحتهم. هذه هي دورتي في الكوجينه، تو الفطور سي حضرت معناها حضرت كيما شفتوا قبل ما يجي نص نهار ونص ويجي راجلي من الخدمه، عطيتكم دباره سهله مهله الروز الابيض اللي تيب بالطريقه هذه، والله هي البنات من ابن الحاجات اللي تخليها في الفريجيدير نتاعك وتنجم بعد الرسكلة إعادة الرسكلة. تعرفوا انتم اللي قلت لكم هذه الطريقة المصرية اللي يعملوها البانا والحليب، وفما الطريقة الطليانية يحطوا في وسط الموتزاريلا ويعملوه كيما لي معناها كيما البولبيت، يحط في الموتزاريلا ويعملوه هكا كيما احنا نقولوا كفتة. هذه هو ساي الكوجينه، نظفتها بيان سور مسحتها ما وريتكمش خاطر ما نحبش نصور وانا نمسحها كما قلت لكم مره على التصوير وكهو. ان شاء الله يا ربي يكون ديما فيديوهاتي محترمه، ان شاء الله يا ربي تكون فيديوهاتي في نفس المستوى متاع المتفرجين فيها. بارك الله فيكم كل من يشجع فيا، ان شاء الله تلقاو الافاده ديما. ندعي لكم بالهدايا لولادكم ولولادي، ندعي لكم بنجاح ليكم ولولادكم زيدا، ان شاء الله كل من شاق طريق انتم ولادكم يلقى نتيجه في الغربه في تونس بارتو. حاجه وحيده كانكم متازمين ولا كانكم متغشين ولا كانكم الحاجات ما جاتش كيما تحبوا، حتى انا مرات الحاجات ما تجينيش كيما نحب وشهر ولا العام ما نحققش فيه برشا حاجات نحبهم، مي ديما نقول عند ربي خير، ان شاء الله خيرها في غيرها، محلاه الكلمه التونسي نقول لكل جواد كبوه. ان شاء الله انتم يا ربي زيد كل ما تيحوا تحاولوا باش تنجحوا. بسلامه.